هناك الغاز وطلاسم استعصى علينا فهمها، ولذلك الحرب لا تزال طويلة. هناك مشروع إيراني واضح وضوح الشمس سيحاول أن يتمدد في جزيرة العرب، وهو الآن يؤذي اليمن ويؤذي جزيرة العرب بهذه الأداة. كيف يفهم إخواننا الخليجيون؟ هل نحن في اليمن مجرد فزاعات؟ هل نحن نضخم الوهم؟ هل نحن نقرأ أشياء يعني من خيالاتنا لا يراها أحد سوانا؟ لا شك أن دول الخليج تعي هذه المسألة، لكن للأسف ما زال الصف مشتت. إذا ما اقتنع المجتمع الدولي بأن يضحي بالشرعية اليمنية بعد أن ضحى بالشرعية الأفغانية، على فرض أنه حصل، فابشروا بعمائم إيران تسيطر على كل جزيرة العرب. مستقبل العلاقات الخليجية مع الأوروبيين والأمريكيين إذا طالت حرب اليمن.